ايه اللي انت هببته ده يالا يا سيد؟ حد يعمل اللي انت عملته ده؟ ما انا اعمل ايه بس يا فخر؟ ما برضه دي هيفاء وهبي، ده انا كانت فتاة احلامي بدرية طلبة، جات لي هيفاء وهبي اتجننت، بعدين يا اخي غلطت، كل الناس بتغلط، ايه؟ هتعلقوا لي المشانق؟ يا عم مش هنعلق لك المشنقة، بس انت غشيم، حد يبقى هيتجوز هيفاء وهبي ويخلي مراته تقفشه؟ طب كنت قول لي، كنت خلعتك منها وطلعتك زي الشعرة من العجين. يلا معلش، انا حاسس ان ربنا ان شاء الله هيديني فرصة تانية، ان شاء الله اعجز واصلح واظهر في حياتها من تاني. يا رب اصلح يا رب، يا رب اصلح يا رب يا رب. اصبر بقى عشان مراتك نازله، تعالى يلا عشان تصلحها. بعد كل اللي عملته فيا؟ يا سلام، ما انت كنت هتتجوز عليها، عندها حق يعني. ماشي تعالى. يا ريتاج راحة فين؟ ريتاج ارجوكي ما تصعبيش الموقف اكتر من كده، خلاص بقى رايحه البيت وعلى الله تيجي، ومن النهارده تشوف لك حته تبات فيها. يا ريتاش بقى خلاص بقى، سامحيني يا حبيبتي، وبعدين انت هزقتيني قدام كل الناس وضربتيني بالجزمه على دماغي كمان، عايزه ايه تاني؟ لا 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 مش كفايه يا حبيبتي، ما تضيعيش بيتنا، ما تضيعيش كل اللي حصل بينا، ما تضيعيش الذكريات عشان خاطري. خلاص بقى يا ريتاش، الطيب احسن وبلاش نعاند بعضنا. خلاص بقى يا ريتاش، وبعدين الواد يعني ده عبيط، ده العبيط. لعلمك ريتاش طيبة هتسمع كلامنا، هي طيبة اه بس فوفة أطيب. ايه؟ فوفة دي فردوس عبد الحميد. أطيب دي أمنا كلنا. في حد أطيب منها؟ مفيش. مفيش حد خالص. خلاص بقى يا ريتاش بقى، ده العبيط، إنه العبيط. سامحي بقى، بصي بتضحك إزاي يا والله بتضحك، أيوة والله بتضحك. خلاص هتصالحك يالا يا سيد. خلاص يا فخر عشانك المرة دي والله. ماشي يا ستي وأنا موافق. بس بشرط تاخدوا بعض وتروحوا البيت تتعشى عشا رومانسي. ماشي يلا يا سيد على البيت. لا بيت ايه؟ اصل في معلومه صغيره كده انتوا ما تعرفوش عنها حاجه. مفيش بيت خلاص. وايه اللي مفيش بيت؟ والبيت راح فين؟ فاكره عم برسوم صاحب البيت اللي كان بيهزقني في الطلعه والنازله؟ اه فاكراه. هو كان عارض عليا خلو رجل واسيب له البيت ويديني فلوس، فانا بصراحه خدت الفلوس وعملت له التنازل خلاص، فمش هينفع نروح. وخدت الفلوس عملت بيها ايه يا سيد؟ بعترت الفلوس يا سيد؟ لا يا ريتاش ما بعترتهاش، ما تصبري بقى شويه اشرح لك. انا اخدت الفلوس دي وجبت لهيفا هديه عربيه في عيد ميلادها، وبعدين حاولت ارجع العربيه قالت لي لا خلاص انا شغلتها اوبر. يا نهارك اسود، بعت بيت جدي؟ خلاص يا ريتاش خلاص، ايه يا انت غبي؟ خلاص يا ريتاش خلاص يا ريتاش خلاص، انا صاحب النادي اهو بقول لك هتقعدوا معايا في النادي، ها قفلتها لك وانا بديك الساعه لما تقعدوا معايا. وبعدين يا اختي انت بتقولي تقعدي في نادي خمس نجوم. ايوه صح، نقعد مع فخر في النادي. هنقعد فين في النادي؟ في اي حته انت مصره يعني تعربيها. نقفل حلبه الملاكمه دي ونعمل اوضه نوم لطيفه ظريفه، ننام في الركن الاحمر في الازرق براحتنا. طبعا هتنيم مراتك في حلبه ملاكمه؟ بلاش يا ستي حلبه الملاكمه، عندك الجيم اهو، نقفله ونعمل اوضه نوم برضو لطيفه. عايزه تنامي على كنبه البنش، على مكنه الظهر، زي ما انت عايزه. ايوه ايوه بقى، وتجيبوا لي حته عيل في النادي هنا صغير قاعد العب بيه، اقول له يا اويا تعالى يا اويا، ها ويشوفني يقول عمو فخر اهو، عمو فخر اهو، انزل بسين يقول عمو فخر نزل بسين، اطلع يقول عمو فخر بينشف. يا فرحوني يا اولاد اللذينه، نفسي في حته عيل افرح بيه. بعدين يا عبيطه، احنا معانا فيلم بطوله هيفاء وهبي، يعني ده هيتباع مش اقل 2-3 مليون دولار. انت بقى يا ريتاش، انت بقى وامسحي كل اللي فات. وانا فعلا مسحته. مسحتي ايه؟ مسحت الفيلم. انهي فيلم؟ هو في مليون فيلم، هو الفيلم اللي صورناه ده. انت نهار ابوك يا فخر. لو سمحت ما تكلمش مراتي بالطريقه دي، طول ما انا عايش ما تكلمش. على حق اخويا، كمل كلامك. تعالي هنا يا بت. ايه ده بس يا استاذ فخر، انا ما كنتش عايزه اي صوره تجمع سيد بهيفاء وهبي تاني، وبعدين كنت عايزه امسح الميموريز دي من دماغي خلاص. انت جننت يا فخر، بتضرب مراتي بالقفه واديكوا بالجزمه كمان؟ ده انا حرامي يالا، انتوا فاكريني محترم وبقول لكم على حاجه؟ لا 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 لا